اللي بيميز العسل حقيقة إنه بيحتوي على مضادات للأكسدة. عشان نوضح للمشاهدين شو يعني مضادات الأكسدة، هي مركبات بتحمي الجسم من الجذور الحرة. الجذور الحرة طبعا هي عبارة عن مركبات برضه بتنتج نتيجة العمليات الحيوية اللي بتصير في الجسم، هاي أو حتى بسبب السموم اللي ممكن إحنا نتناولها من خلال الأغذية. المضادات الأكسدة الموجودة في العسل ممكن تقاوم هاي الجذور الحرة اللي بتعمل تلف للخلايا. برضه بتميز العسل إنه بيحتوي أو فيه خصائص مضادة للبكتيريا، خصائص مضادة للفيروسات برضه، وبالإضافة لعنده خصائص مضادة للالتهابات. طبعا إسراء، أنا بحب أحكي إنه هاي الخصائص موجودة في العسل الأصلي، لأنه للأسف كتير عندنا منتجات موجودة في الأسواق، منتجات للعسل عادة ما بتكون 100% عسل.